لما أوجدوا هذه الكيانات المنظومات الغربية. طبعا لازم تعرفون أن إسرائيل وجودها ليس فقط وجودا جغرافيا، هو وجود ثقافي، وجود عقائدي. الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى هو منع قيام أمة كانت موجودة وأسقطناها. يعني إحنا في المناطق هذه ساهمنا في إضعاف الخلافة، ساهمنا في إضعاف الدولة الإسلامية، كانت قوة عظمى من القوة، يعني قوة لو أنها لا زالت قائمة كان ممكن تكون مقابل للولايات المتحدة الآن زي الصين. قوة عظمى كانت ولا زالت إلى الآن قوة عظمى، ما دخلت الحرب العالمية الثانية ومع ذلك عضو دائم في مجلس الأمن بحكم الواقع. ففككت هذه الأمة إلى مجموعة كيانات، كل كيان تحط عليه مجموعة أشخاص يديرون العملية. طيب الآن بيسوي شكل الدولة، شو نسوي؟ يعني هذا ما يكفي، اللي ما عنده فلوس احنا نعطيه، يعني زي الدولة اللي ما عندها موارد ما عندها شيء وشغالة، كيف شغالة؟ يعني هم مشغلينها يعني لخدمة مصالح أخرى. الخليج لا، عندهم نفط، أو احنا اللي جبناكم، احنا اللي طلعنا النفط، واحنا اللي نحدد أسعاره ونحدد. فعشان يخلقون شكل الدولة ما يكفي انك تحط علم وسفير ومطار لا، لازم تخلق تفاعل داخل المجتمع. هذا التفاعل تخلق فيه كيانات، اللي أظهرت في الأزمة الأخيرة، اللي أعتبر أن ما حدث في مصر لعله خير إن شاء الله. يعني كشف مجموعتين من الأفراد، المجموعتين هذول هم تبع الأنظمة أصلا، يعني حيث وجدوا وجد النظام أوجدهم تيار يعطون الشكل التغريبي. لا تغريبي، إنه والله هذول مدنيين ويحبوا الحريات، والحريات بالنسبة لهم سروال وفنيلة وبس، يعني بس هذه الأشياء اللي يتكلمون فيها. يعني ممكن يخلقون تدخين المرأة في الأماكن العامة قضية، بينما الأشخاص اللي يسجنون بلا محاكمة تابعوا قضية بالنسبة لهم. فتقول إيش الحريات اللي فهمها غلط يعني. وفي المقابل يخلق شكل لراديكال إسلامي، ما هو راديكال ولا هو إسلامي، يعني لا راديكال ولا إسلامي، يشغلون الناس. كل ما صارت قضية تستحق قيادة المرأة والاختلاط يسبب زحمة، فيصرف الأنظار عن القضايا الأساسية للأمة. ولذلك اثنين، يعني هالطرفين هم معوق أكثر من الأنظمة، متعايشين. طب مو متعايشين، هذول ربع النظام الحقيقيين. ففي كل دولة حتلاحظون نفس المجاميع. ولذلك أنا أعتقد أول مظاهر الإصلاح السياسي اللي ما حيأتي بين يوم وليلة، يعني هو أي إصلاح سياسي في بداية الأمر أو في حقيقته هو إصلاح ثقافي، هو تغير في فهم الأشخاص وانعكاس هذا الفهم الجديد على سلوكهم في التعامل مع السلطة، فتنشأ ثقافة جديدة فينشأ تغير. لكن واحد يحدث تغيير بدون فكرة بدون ثقافة هذا ما يصير. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى مثلا في كيفية التغيير، ما هو التغيير أتى فكريا فأثر على عقائد الناس فأثر على سلوكهم وعلى واقع حياتهم. فإحنا الآن يعني دول الخليج دول غريبة، يعني لا هي دول ديمقراطية ولا هي دول شرعية، وعندهم اثنين، ولا هي دول إسلامية ولا هي دول، طبعا بعيدا ما لها علاقة يعني. فالفريقين يعني فريق السلطة اللي دائما ينبري في الدفاع عن الله وينزل آيات الله في غير منزلها ويستخدم كل الوسائل المشروع منها وغير المشروع، وهم حبايبهم الطرف الآخر اللي هو التغريبي اللي يلبسون كاب وشورتات، ويعني وهم اثنينهم نفس الفريق نفس بس يجلسون مع بعض، الظاهر أنه حتى الأمن يوجه الرسائل اللي ممكن تطرح. ولذلك المتابع يعني القبس عندهم أرشيف، يعني قبل لا يسكرونها علينا لأنها تبع فريق أصلا. شوفوا الصحافة في الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات، نفس الموضوعات نفس الأطراف نفس الفريقين موجودين من بداية قيام الدولة بشكلها الحالي لصرف الأنظار عن أي قضية أساسية. ولذلك إذا وجد في التفاعل السياسي هذه النوعيات فاعلم أننا ما في إصلاح ولا في. ولذلك أحيانا يعني قبل مدة كنت في نقاش طويل مع أحد الأشخاص
وكان مادة النقاش الدكتور حاكم يعني. فقلت لا تضع الدكتور حاكم مثال يا شيل شيله من المعادلة، انتوا اي واحد يخالفكم يطلع هذا ما هو يعني. تصورت مجموعة من الاسلاميين بالكويت انهم اخطر حتى من الليبراليين وال، قلت مو معقولة يعني. وفجأة اتضح ان الاخوان المسلمين انهم خطر على الامة وخطر على الدين وخطر على الاسلام. طيب قبل ست شهور كانوا زينين وكانوا مسلمين وكانوا يعني، كان عندكم معلومات قولونا من زمان يعني، حقنا ان نعرف تصوركم في هذه الكيانات السياسية عشان ما تكون عندكم ملفات حاطينها في الجيب تظهرونها وقت ما تشاءون. انتم اللي تحددون معيار الوطنية ومعيار الاسلام ومعيار الشرف ومعيار الاخلاق ومعيار التعامل. ولذلك انا في اعتقادي يعني، على اساس ما نعيد بس موضوع اعتقد انه قتل بحثا واصبح واضحا بالنسبة للناس في الخليج، احنا بلاد بلا هوية. مصلحة الدولة شيء ومصلحة نظام الحكم فيها شيء آخر، ولذلك أحيانا تتعارض مع مصلحة النظام مع مصلحة الدولة. ولذلك مصلحة الدولة أن تجهل الأفراد، لأن تجهيل الأفراد في مصلحة للنظام. هذا التناقض الغريب في العلاقة، ولا يمكن أن يولى جهاز أو مؤسسة على مجتمع ويساهم هذا النظام في تكريس المفاهيم السلبية داخل هذا المجتمع. يعني زي الآن مثلا الدعوات اللي تعطى الطابع الشرعي اللي مضمونها كن ذليلا كن جبانا كن، يعني هذا ليس من الإسلام في شيء. يعني ما في قاعدة شرعية تقول في الإنسان كن جبانا واقبل الظلم ولا تحتج ولا تعترض ولا تقول، يعني هذا ما عاد بس دفاع عن النظام، أصبح الآن هدما لأهم الأسس المجتمع، القيمة الدينية للقاعدة. هذا حدث يتكرر أكثر من مرة. يعني تذكروا مثلا المشهد السوري، يعني هذه مشاهد ما هي معاصرة، يعني هدوء ما في ولا نظام يتكلم، الناس قاعد تذبح بالمساجد. متى صار في خطاب؟ لما هيلاري كلينتون عقدت الاجتماع في الخارجية الأمريكية وقالت بيانها الشهير اللي طلبت فيه إحالة الملف في المجلس الأمن. ساعتها كل يعني رجال الدين تكلموا، طبعا مو رجال الدين الحقيقيين، رجال دين السلطة يعني. طيب أنا سؤالي يعني، هل القاعدة الدينية لا تنفذ إلا بقرار خارجي ويجيك من، ولا تفسر إلا لما ترغب أمريكا؟ طيب أمريكا ما رغبت، شو نسوي يعني؟ يعطل الدين أو القاعدة الشرعية؟ ولذلك صار الآن فيه عزلة، هذه فترة تاريخية خطرة من تاريخ الأمة، صار فيه عزلة بين المجتمع وبين بعض المؤسسات الدينية اللي كنا نستبقي لها قدرا كبيرا من الاحترام.